الداخلية التونسية تعلن إحباط خطة إرهابية لاغتيال الرئيس قيس سعيد. الأمم المتحدة تحذر من كارثة مجاعات متعددة حول العالم قبل نهاية العام بسبب الحرب في أوكرانيا. ملك الأردن يعلن العمل على تشكيل تحالف عسكري في المنطقة لحماية الدول العربية من التدخلات الخارجية. حكم تاريخي في الولايات المتحدة يلغي الحق الدستوري للمرأة في الإجهاض. إنستغرام تسعى لمنع من تقل أعمارهم عن 18 عاماً من استخدام المنصة. أهلا بكم مشاهدينا، كانت هذه أبرز عناوين نشرة هذه الليلة، ومباشرة إلى التفاصيل.